اطلع هلا على عدد الانبوت والاوتبوت اللي صارت عندي. اطلعوا لي على بي يو بلس ال واي. بي يو زائد يو واي ايش صاروا؟ انبوت. فصار كانه عندي بي جديد. كانها هاي صارت بي ام ال بي مضروبه في يو وال مضروبه في واي. مش هاي مضبوطه هيك؟ بي ال مضروبه في يو واي صارت بي ضرب يو زائد ال في واي. انا بس حطيتها بهذا الشكل. هلا صارت عندي هاي 2 في 1 مضبوط، وهاي راح تكون عندي ان في 2. مش هاي كولوم بي اصلا اذا سنجل انبوت كولوم مضبوط، وال راح تكون كولوم. فراح تكون هاي كانها بي هي كولوم فيكتور ان في 1، وال هي عباره عن ان في 1. لما حطيتهم جنب بعض شو صارت؟ ان في 2، وهدول صاروا 2 مضبوط. وانا لانه سنجل انبوت سنجل اوتبوت فهي 1 1، بصير اضرب 2 في 2 مضبوط. مش هذا هو الشرط للضرب الصحيح؟ فبصير عندي هاي 2 في 2 راح تعطيني ان في 1، مش هيك؟ واللي هي بتطلع بتصير جزء من اكس دوت هنا. اذا هلا ممكن تفكر انه اذا بدك تسمي الاوبزرفر الجديده بتساوي بي ال من هون، والانبوت الجديد صار يو واي، والاوتبوت ضل واي هات من هون. فتغير عندي السيستم الدايمنشنز تبعت السيستم، الدايمنشنز تبعت دي راح تتغير مش هيك؟ لانه مين اللي بيعتمد على الانبوتس؟ سي بتعتمد على الاوتبوت مش هيك؟ دي بتعتمد على الانبوتس، فدي راح تصير 1 في 2 اظن مضبوط. كان عندي ان باي ان، ان باي اي، جي باي ان، جي باي اي مش هيك؟ اللي عندي هون الانبوتس كانت عندي اي مضبوط؟ فهاي فالدايمنشنز تبعت دي راح تتغير مضبوط؟ الاوتبوتس راح تضلها نفسها 1، هاي راح تصير 1 في 2 مضبوط؟ بس دي عاده في معظم الحالات احنا بنطلع عليها هون راح تكون 0. بس ما حتكون 1؟